ليست جائحة كوفيد-19 أزمة عالمية غير مسبوقة لم تقتصر على القطاع الصحي، بل طالت جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وللنظر في الآثار على التجارة، نظمت الإسكوا وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ورشة عمل عبر الإنترنت في 12 أيار مايو بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد على أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلى التجارة العربية البينية. للبحث في الآثار المتراكمة لجائحة كوفيد-19 والانخفاض التاريخي في أسعار النفط على قطاع النقل واللوجستيات، شاركت الإسكوا في ندوة عبر الإنترنت حول إدارة سلسلة التوريد المعطلة أثناء أزمة كوفيد-19 في الكويت، وقدمت عرضاً مفصلاً حول مرصد حالة المعابر الحدودية بسبب كوفيد-19، وهو منصة إلكترونية طورتها اللجان الإقليمية للأمم المتحدة لإبلاغ الحكومات وقطاع النقل عن حالة المعابر الحدودية في جميع أنحاء العالم والتدابير التي تتخذها البلدان في هذا المجال لمنع انتشار الوباء. بهدف الدعم في خلق بيئة مواتية لتمكين المرأة في المنطقة العربية، أصدرت الإسكوا تقريراً يبحث في كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين، ويقدم التقرير مجموعة واسعة من الممارسات الجيدة في هذا المجال، ويعرض أيضاً للتهديدات المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير السليم لهذه التكنولوجيا، ويقترح التدابير اللازمة للتغلب عليها.